التقى بكم الرئيس عبد الرحمن عارف. جابونا طبعا نادرا ما يحدث ان مجموعه تقوم بانقلاب ورئيس الدوله يجلس معها. ما هو جابنا للدلال تقريبا او للسؤال فيها. دخلنا احنا 9 ضباط جايين من الموصل من ضمن قائد الفرقه اللي انقلب هنا وهنا وهو امر القاعده، وعجل الضباط الاخرين 7 اللي هم معايا من الاصل يعني قوة ضباط طيارين. فدخلت علي انا وكانت رشاشات موجهه حوالي 6 7 10 رشاشه كلها موجهه علي. فدخلت انا لسنام ولا كلام علي، وكان هو ينظر الى المنظر بتاعته، وكان غني الراوي شال رشاشه وحطها بين رجليه. انا ذاك الوقت الدنيا ما تسوى عندي سيجاره لاشربها، السيجاره اشربها كانت اغلى من حياتي. ما خسرت كل حاجه، فخسرت كل حاجه وما بيصير حاجه. وبعدين فشال راسه هو قال هذه عارف ليش هذه ليش ما دار بيني وبينه بالنص وللحقيقه والتاريخ. ان في روايات كثيره والله في روايات كثيره نقلت جرايد كاذبه، لكن الحقيقه والله والله ما دار بيني وبينه هو حي لا يزال. هو لا يزال حي وعايش في العراق. قلت له بالمحكمه تبين، الا اذا شئت ان تقبل بهذه الى محكمه الكلام فيها لا يفيد. يعني ايش اسوي؟ فقال ما تقول لنا احنا سوينا. قلت له انت والله ما حد اخذت بالك، بس انا خلقت لوحده عربيه وعشت في سبيلها واموت في سبيلها. قال يعني الوحدة العربية تصير قبل الوحدة الوطنية؟ قلت له له هذه اسطوانة مجتها الأسماء، لا يمكن أن تكون وحدة وطنية. وحدة وطنية مستحيلة. مستحيلة في العراق؟ مستحيلة. إلى الآن تقول هذا؟ إلى الحين، إلى مستحيلة. إلا بالقوة. مستحيلة. العراق يتكون من ملل كثيرة وأديان كثيرة. يعني إلا بقهر الناس يعني؟ لا يعني يعني ما أعتقد، يعني في كثير مناوين للوحدة. اكو شيء في كثير بس مو اقليه، مو كثره يعني، بس في اعداد كثيره هنا وهناك. نعم. فقال احنا مو طلعنا اصحابكم. قلت له من اصحابنا؟ انت ذول وقفتوهم ذول مبريا مننا. كان يقصد ان بقايا الضباط حوالي 14 ضباط. نعم. ذول مبريا انت اعتديتوا عليهم. قال شو ايدتوا لعد الوحده الوطنيه؟ كان انا من تركت البيان ما كان بي كان بالليل صار صلح مع عبد الرحمن بزاز والاكراد. فقلت له وين اقول لك انا ضد الاكراد؟ انا مودي كل العراق يصير اخر العراق الاخر. فقال من المحكمه وانتقل الى ضباط اخرين مقاولتهم الى يونس عطار باشي. فقال انا ضربته ورميته، قال له انت تروح تاخذ على انت ما تعرف على الرزاق، تروح لك تاخذ لك 3 جنود وتروح توقف على الرزاق تاخذ سريه وتروح. فوقفوا قال زين من المحكمة تروح. ضابط آخر صباح عبد القادر حججوا على القومية العربية وما قومية عربية، فقال له احنا عجم بلاد الكلب ابن الكلب. فما لسه لما أخذونا في غرفة تحت مال الشاشية والشيء قاعدونا وقطعوا التلفون عندنا، أخذوا ممتاز سعدون وضربوه ضربة مبرحة، لكن هذا الرجل صبر كما يصبر الحمار على حمل الأثقال. لم يقل أخ وبمرأة من عبد الرحمن البزاز وبمشهد منه ونسمع الضربة إحنا منك. وأخذوا صباح عبد القادر لأنه ناقش رئيس جمهورية وضربوه ضربا، لكن هذا كان طفل فزعيقه على الصياح كلها. فمع الأسف يعني لكن أنت لم تتعرض لأي ضربة. أنا لم تعرض لأي ضربة. سجنت. أخذونا بعدين للمدرسة المشات، أخذونا اللواء الحرس الجمهوري 2 أو 3، بعدين أخذونا لمدرسة المشات وكان معنا سرية ما أخذتها وكل المركبين حتى العتاد في السبطانة. حتى واحد من الجنود كان ساه وضرب 3 4 صليات قتل الجندي اللي قدام وأنا حاصلين بالسيارات. فبعدين قمنا نعد العدة وإحنا ماخذين أخذونا أسرة بعد أن هذا الضابط أعطاني 7 ضباط وقال إحنا حاضرين نقتل عبد الرحمن عارف أو نخرجكم من السجن أو أي شيء تأمرون بها. فعدنا قلنا لا أبقى في مكانك، وأعطينا وسيلة بأخبار كان يشتغل هو نائب مساعد. فكان يجتمعون دول الضباط المناوين لنا اللي هم عبد الرزاق النايف وإبراهيم الداود وعبد الغني الراوي وصعب الحردان و شولة كبيرة. فكان يوافينا بالأخبار، فهم قرروا القيام بانقلاب على عبد الرحمن عارف إذا لم يقل عبد الرحمن بزاز بعد رجوعه من روسيا. فسمعنا بهذه الأخبار. دي المحاولة الآن بها سعيد صليبي؟ نعم. في مايو 1967؟ لا 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 لا، هذا وإحنا بالسجن قبل وإحنا بعدها بالسجن. أنتوا كنتوا لسه في السجن، أنت بتعرف في 31 مايو. لسه إحنا بـ66.
لسه في 66. فلأول مرة اتصلت بأمر سرير الموجود بالإذاعة وتبرع أنه يكون هو جالبي. فكان عندنا نقلات جنود اثنين للحراسة, فغزرت الضابط أن يكتب تقرير أنه الحراسة قليلة فيزيدها إلى 5, فعلا زادها إلى 5. فكنا عندنا حوالي 70 ضابط وحوالي 250 عسكري في مدرسة المشاهد. فكنا نقوم بحركة خروج, ولأول مرة بعثنا برقية إلى مصر ووصفنا له أن الجماعة يعدون العدة للانقلاب على عبد الرحمن على عبد الرحمن عارف. إحنا باستطاعتنا نقوم بحركة خروج, هل نستطيع أن نضع قواتكم في حساباتنا؟ لأول مرة قالوا نعم على بركة الله. يعني كده المرة الوحيدة والأخيرة المصريين كده ادولكوا ضوء أخضر على إمكانية المشاركة. نعم. كان رد فعلهم إيه على فشل المحاولة الثانية؟ ما يرد فعله ما عرفتوش أنا. الله وقدره وفضله. هذا طلبته من المصريين المساعدة وأنت كنت لازلت في السجن. هذه المحاولة التي كنت تتوقع أن تنجح ولكنها لم تقم. لا, هم ما قاموا بالعملية, هم ما قاموا بانقلاب عبد الرحمن عارف. بقيت في السجن إلى 31 مايو 67. 67. بدون محاكمة. بدون محاكمة. كنت تعامل معاملة كريمة. في البداية لا يعني قاسية, لكن بالأشهر الأخيرة لا. معاملة معظم كريمة. الضباط أفرج عنهم الذين شاركوا في المحاولة الانقلابية معك. قليل, لا كم واحد بس. في 31 مايو 67 كانت نذر حرب يونيو كانت على الأفق. حينما أفرج عنك طلبت المشاركة في الترتيب للحرب. لا, وأنا أفرج عني يوم الأربعاء 31/5, والحرب صارت يوم 2/5 حزيران. أنا في بيتي وسمعت 5 يونيو. يونيو حزيران كله. أيوة حزيران. اسم واحد. 5 مش 2 يعني. 5 أنا قلت 5. نعم. يوم الاثنين أنا قلت. يوم الاثنين 5. نعم. يوم الاثنين 5. رحت بملابسي ورحت للقوة الجوية وقلت أنا أتطوع جندي بالقوة الجوية. وأنت حريف انقلابات وخايفين من. أنا لا, ظروف أن الظروف تختلف الآن. فالطيارين كلهم من شافوني استأنسوا بوجودي معهم, حتى أن الضباط السرب اللي كان رايح كان هو عايز يبعث سرب إلى المفرق, فقلت له أبوس إيدك لا تبعث سرب إلى المفرق. لمين؟ قائد القوة الجوية جسام محمد مين؟ الشاهر. قلت له أبوس إيدك لا تبعث قوة إلى المفرق لأن أنت تعطيها هدية لإسرائيل يقتلوه. فقال أنا أمر, فهو كان رجل خاف من المسؤولية, فقال هذا أمر مرتب ما أقدر أخالفه. واحنا بالحوار اي ولا لا وما اعرف ايه, وصلتنا برقيه انه 22 طياره هنتر اردنيه وبدت على الارض, وكان في طياره كانت في على مطار المفرق. فوتر جاك خبري. فواحنا الساعه 12, بعد الساعه 12 جت برقيه من عبد الناصر يطلب. يعني اسرائيل ما خلتش كل الطيارات العربيه في الدول المواجهه قامت بالهجوم عليها. انا كاتب تقرير سنه 58 وانا كنت امر سرب. التقرير بي عن مطار المفرق وكاتب بي وموجود نسخة منه بالقوة الجوية الآن. بقول أنه نجد في المقارنة بين إسرائيل والبلاد العربية, نجد أن إسرائيل في موضع الهجوم والبلاد العربية مع الأسف في حالة الدفاع, وأن نقطة الصفر ستكون من جانب دفاع. أي سيدي هجوم وأنتم الآن متفرغين لعمل الانقلابات على بعض. يعني الرئيس عبد الناصر كان يرتب للانقلابات اللي بتتم في العراق واللي بتتم في سوريا. انت تحاول ترجع على العقدة اللي عندك مع الاسف. 70 احنا ما عنديش عقدة. احنا جينا حتى نبين, حتى نكون اقوياء. احنا جينا نعمل ان نكون اقوياء. ما عنديش عقدة, احنا الان في واقع. يا حبيبي الامة العربية في سنة 48 فشلت في القيام بها, وكانت لما كانت مشتتة, وبسبب 67 فشلت لانها ايضا كانت مشتتة. ولان كان كل الحكام متفرغين للتآمر على بعض والانقلابات على بعض. اسرائيل لم تكن من اول ما سعادتك بدات تحكي عن انقلاب 58. بس انا لو كمل خليني اكمل قبل ما نخوض بس خليني بس برضه اقول لهذه النقطه. انا كمل التقرير اللي كتبته, لا تقاطعني بي ارجوك. التقرير اللي كتبته انا قلت أن اي طياره تبقى خارج حدود اسرائيل تبقى مستقبل اسرائيل مترجح بين البقاء والفناء, وعليه انه ما انه ارخص طريقه للتخلص من الطائرات المعاديه للإسرائيل هي ضربها على الأرض. لابد أن تنتهج إسرائيل هذه الخطة, وعليه أنصح بإرسال كل القوات الجوية خارج مدى الطائرات الإسرائيلية لا نتضبها ولا تنتقل إلى القمام إلا بعد أن تتطور المعركة الجوية لصالحنا. هذا تقرير كتبه أنا وأنا بسنة 58. لكن بقيت كل الطائرات حتى الطائرات الأردنية حينما خرجت ذهبت إلى المفرق وضربت على الأرض. ما هي كانت بالمفرق, ما كانتش بالمفرق, لكن كان يبعث السرب عراقي كان هناك, فأنا منعته من الروح. طيب
أنا أرجع أنا إلى النقطة اللي أنا أقول لك عليها. في 67 حينما وقعت الهزيمة لم يكن هناك أي استعداد عربي للمواجهة مع إسرائيل. اللي احنا بنقرأه في شهادتك من البداية هو أن كانت الفترة كلها فترة تآمر وفترة بين الحكام العرب وكل شخص يريد يتخلص من الآخر ودعم انقلابات هنا وانقلابات هناك، ولم تكن إسرائيل في خطة أحد. لا هذا ولم ليس تكن هناك خطة. هذا غير صحيح. قل لي تشكلت الصحيح. قيادة عربية بعد أن قام السياسيون العراقيين بوضع سد المخيمة على نهر اليرموك. سنة كام تشكلت القيادة؟ 64 في مؤتمر القمة، والرئيس أمين الحافظ أدلى بشهادته عليها وقال كيف صار موضوع القيادة دي من 64، إحنا الآن في 67 وأنت شاركت مع عبد المنعم رياض في الموضوع. هل رأيت إن القيادة العربية اللي بدأت في 64 إلى 67 في وقت الحرب كان في خطة واضحة في ذلك الوقت؟ الخطة موجودة، لكن الخطة كانت مبنية على أساس خاطئ أيضا. طيب، لأنه حسين قال أن لا يسمح بوصول أي قوات أجنبية عربية الملك حسين لا تستفز إسرائيل. الملك حسين نعم. وكانت الخطة على والسوريين أساس لم يسمحوا بأن القوات العراقية تذهب إلى هضبة الجولان للدفاع عنها. لا 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 لا، لم يحدث هذا. السوريين لم يسمحوا بأن القوات العراقية تتحرك من على الحدود لتذهب إلى هضبة الجولان. هزيمة 67 لما وقعت ألم تكن قواتكم على الحدود السورية ولم يسمح لها بالدخول؟ لا لا لا. دكتور لا. عبد الرحمن البيضاني في شهادته دعك من اللغط يا سيدي، عفوا أرجوك، دعك من اللغط أرجوك، أنا بس أرجوك في شيء، أنت لا تلقي علي الكلام بهذه أي لغط. لم يكن، كان كل وقت أول كان يتحرك إلى سوريا وتغير دخل في يوم واحد بعد ما جي دخل في نهاية يونيو. الملك حسين موافق على إرسال قوات عراقية يوم الأربعاء يوم 31/5، وتغيرت الخطة العراقية من إرسال اللواء الأول إلى الشام إرساله إلى الأردن. يا حبيبي، لكن الفترة دي لحد سوريا لم ترفض، سوريا لم ترفض لحد نهاية إحقاقا للتاريخ. سوريا لم ترفض إذا وزير الدفاع العراقي ظل موجود عدة أيام في سوريا ولم يقابله أحد على حسب رواية البيضاني، والبيضاني مسؤول عن روايته، وأوفد من جمال عبد الناصر إلى السوريين والتقى بهدف الضغط على السوريين حتى يقبلوا دخول القوات العراقية. لا هذا غير صحيح. خلاص، هو الكلام هذا غير صحيح. الكلام اللي بتقوله قول لي إيه الصحيح وأنت الصحيح كنت في السجن. الصحيح كنت في السجن إلى 31/5. أنا كنت 31/5. طيب، وجاء يعني لم تكن على علم بما يحدث في تلك الفترة في الخارج. في الخارج لا، معروفة، عرفت بعدين، عرفت من 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 مجاد، وأنا حضرت النقاش اللي صار بعد 5 حزيران. طب عشان ما تدخلش في حاجات ملكش دور مباشر فيها، أنا أجل دورك المباشر في 67 حينما ذهبت للتطوع للقوات الجوية وذهبت إلى الأردن. أرسلوني إلى الجبهة قالوا تخلصوا مني أحسن شيء ودوني الدم. فجيت شفت عبد المنعم رياض يعني اليوم الأول احنا ما وصلنا إلى شتري الصبح، فشفت أنه اليوم الأول احنا خسرنا طيارة باجر واحدة تيو 16. فقالت حسين، محمد حسين، ما أقدرش أدخل في تفصيل، بقى لي 10 دقايق عايز ألمي فيهم الحاجات الأساسية. الأسباب الأساسية للهزيمة قوة وضعف. أولا باغت مصر ومصر لم تقاتل، وإرسال قوات جوية إلى مصر هدية كان إسرائيل لن تقتلها. إما كان المصريين كان إما يبعثوا بقوات ويهجموا وإما لا يبعثوا بالقوة الجوية إلى إسرائيل إلى سوريا. هذا واحد من القطاع. الخطأ الثاني، لا يوجد جيش في الأردن، وتمنع إسرائيل حسين من إرسال جيش لهناك. وبعدين إرسال قطاعات يعني خلاف القطع الموجودة بالخطة من عمر رياض المفروض بالخطة. المشكلة كانت مشكلة المياه عندنا في H3 كان منبع المياه ما يكفي 50,000 جالون. 50,000 جالون لا يكفي إلا تعسكر أكثر من جحفل اللواء، لا يكفي إلا أكثر من هذا. فكان احنا ما نقدر نهيئ قوه قريبه على الحدود على سوريا او الاردن اكثر من جحفل اللواء. فما كان يعني تمنع او تردد القوه الجويه ومباغتتها يعني خلوا هم الاسرائيليين هم اللي يقوموا بالعمليه، مو هم هو اي احد الاخطاء اللي صار بيه. وقعت الهزيمه، قام الانقلابيون البعثيون بانقلابهم في 17 يوليو 68، والثاني في 30 يوليو وقضوا على الذين شاركوهم في التحرك الأول، وقامت ثورة البعثيين في يوليو 68. قبض عليك في أعقابها وبقيت في السجن إلى 24 أكتوبر
68 أضربت عن الطعام. لا لا حتى أفرج عن كثير يناير 69 إلى 31/1 أنا دخلت 24 أكتوبر أضربت عن الطعام. لا دخلت السجن دخلت سجن في 24 أكتوبر 68 أفرج عنك في 31 يناير 69 31 كانون ثاني كانون الثاني بعد ما أضربت عن الطعام قبض عليك ليه لأي سبب؟ أبدا ما فيش لم توجه لي مجرد أن البعثين كانوا لم توجه لي أي تهمة. للبعثين نجحوا في انقلاباتهم وأنتم لم تنجحوا في انقلاباتهم. لو بقى البعثيين 1000 سنة لما نجحوا لولا تواطئ عبد الرزاق نايف وابراهيم الداود اللي هم أميري القوات اللي موجودة تحافظ عبد السلام عبد الرحمن عارف تواطؤهم واشتراكهم معهم. احنا في نتائج في النهاية النتائج مين ما النتائج هم نجحوا وانتم ما نجحتوش. هم اخذوا القوات في كل مره نجحوا. حينما تحركوا في 63 نجحوا. حينما نجحوا في 68 يا عزيز في مذكراتي راح تكتب هذه الاسباب كلها. انا احنا كان عبد الرحمن عبد الرزاق النايف وابراهيم الداود كانوا يتحركون لمصلحه ذاتيه من زمن بعيد وغازلوا كثير من الناس. غازلوا عبد الغني الراوي انا يكون معهم طبعا هم غازلوا بس دقيقه كان الملك وغازلوا عزيز العقيلي أن يكون معهم وغازلوا البعث وغازلوا رجب عبد المجيد أن يكون معهم ورجب عبد المجيد اعترف لي أنه هم فتحوا وكان على أساس يعينون أحمد حسن بكر رئيس جمهورية ورجب عبد المجيد رئيس وزراء تعيين مجلس الوزراء شطب رجب عبد المجيد عدد منهم قال هذول بعثيين أكثر من اللزوم ما يصير سوبر. لكن هم أيضا استطاع لباقة حردان وأحمد حسن بكر أن ينبهوا عبد الرزاق النايف وإبراهيم داود ليش يجيبون رئيس وزراء من خارج. فهل رجب عبد المجيد أبرع أو أشطر من عبد الرزاق النايف أو قال أن أي وزير دفاع أحسن من إبراهيم داود؟ فذول شافوا نفسهم ما انتهوا بالمديح. ما نقولنا الناس تتيه بالمديح. فهذا والله صحيح والشعوب تدفع الثمن دائما تدفع الثمن تغيب. أفرج عنك في 31 يناير 69 وكان من شروط الإفراج عنك أن تخرج خارج العراق. أنا إلى أي دولة اخترت في البداية؟ لا أنا ترددت بعد أن خرجت أني ترددت 18 يوم بقيت هل أذهب أو لا أذهب. إحنا أكو حلقة فارغة أنا بعد الفترة اللي طلعت بيها من السجن كان أكو تشكيل الوحدة الاشتراكية واتحاد الطلاع المصرية وتنظيم الطليعة انضمينا بيه وصاد انصار انقسام بين خير حسيب وبيننا وشكلنا تشكيل حزب اسمه حزب الوحدة الاشتراكي رؤساء 5 انا وصبحي عبد الحميد وراجع عباسي تكريتي وخالد علي الصالح وواحد اسمه نور الازرقي هذول اللجنة الرئيسية. بخلال اقل من 6 أشهر وصل عددنا اكثر من 10,000 شخص. كان تنظيم جيد كأنه مستمر. لو كان استطاع الوقت أن يمر على يقف على رجليه كان يعمل أشياء كثيرة. كل حاجة كان ممكن بس ما تمش القدر. يعني أعتقد أنه مشيئة الله كان لم تنجحوا في كل الحاجات التي سعيتم إلى القيام بها فيما نجح الآخرون. توفيق من الله هذا صحيح. لا اخترت المنفى إلى مصر وذهبت إلى مصر. هم خيروني أن أذهب إلى أي مكان عدا بيروت. تذهب إلى أي مكان ما عدا بيروت. ما عدا بيروت. اخترت مصر. اخترت مصر.